البدء بإطلاق عملية الحصاد في المحافظة، والتوجه مع الفلاحين للبدء عملية الحصاد وللاستعداد للتوجه لعمليات تسويق الحنطة لرفد وزارة التجارة بالمحاصيل الاستراتيجية التي هي الحنطة، حفاظا على الأمن الغذائي في المحافظة. من هذا المنبر نود أن نوجه مناشدة إلى دولة رئيس الوزراء بالضغط على وزارة الموارد المائية بزيادة الإطلاقات، ونحن خاصة في منطقة شعبة زراعة النمرود، هذه الأراضي التي تعتمد على مشروع الزاب نتيجة إخفاض الخطة الزراعية إلى 50%، هنالك 50% من الأراضي المحاذية لهذا المشروع لم يتم زراعتها بسبب قلة الإطلاقات المائية. لذلك نحن في مديرية زراعة نينوى نطالب مديرية الموارد المائية ومعالي وزير الموارد المائية بالتدخل في هذا الموضوع لزيادة إطلاقات المياه لمشروع الزاب، وخاصة نحن اليوم قد انتهت، يعني قد بدأت عملية الحصاد وستنتهي، ولكن محبولين على زراعة الذرة الصفراء التي تدخل في صناعة الأعلاف وخاصة للدواجن والمواشي. فلذلك هؤلاء الفلاحين والمزارعين يناشدوننا بأن نوصل أصواتهم لزيادة الإطلاقات المائية من أجل رفد المحافظة بهذه المحاصيل الاستراتيجية المهمة. دعوة إلى كافة الأخوة الفلاحين والمزارعين إلى تسويق حاصلهم إلى سايلوات محافظة نينوى، حيث تم تخصيص سايلو بازوايا لتسويق حاصل شعبة زراعة النمرود. من المتوقع إن شاء الله أن تكون غلة الحاصل لهذه السنة إن شاء الله جيدة. الحقيقة كان الموسم موسم جفاف بحدود 124 دونم تعرضت إلى الجفاف نتيجة قلة الأمطار. الحصاد يشمل فقط المساحات المروية والبالغة بحدود 11,000 دونم. نعاني من مشروع الزاب من انقطاع المي، يعني يسعني عندي 60 دونم زارع 10 دونم، ليش؟ من المي ماكو، كيماوي طن 1,300,000، يعني شد خلي تخلي، وال يعني الحنطة يعني مو شيء.